أهلا وسهلا بيكم مع جيفو أكاديمي في رمضان، ومعاكم دكتور محمد عثمان رئيس لافاش جروب. أشرنا في الحلقات السابقة إلى العديد من الظواهر السلبية اللي بنتعرض ليها واللي بيمر بيها معظم الدول والعالم متأثر بيها النهاردة بشكل كبير. ظواهر أشرنا إن ما هي إلا كانت نتاج لقراراتنا السابقة. شفنا ظاهرة الاحتباس الحراري، شفنا ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية اللي بنلمسها في الوقت الحالي، شفنا ظواهر ارتفاع أمراض كتير، ارتفاع السرطانات، ارتفاع عديد من الأمراض اللي بيتأثر بيها الإنسان. اتفقنا مع بعض إن جه وقت التغيير، حطينا عنوان كبير قوي هو صحة واحدة، واقع الأمر وفيد وتوئيت، نحن نغذي ما نأكله. كل ما بنهتم بالحيوان وبصحة الحيوان وبنظم التغذية الحديثة اللي بنقدمها للحيوان، كل ما بنضمن سلامة الغذاء للمستهلك. النهاردة وبعيدا عن الجانب الآخر اللي احنا أشرنا ليه قبل كده عن الظواهر السلبية، تعالوا نشوف أهم الحلول وأهم التوجهات اللي بنعملها، وإيه نظم التغذية الحديثة المتبعة لتغذية الحيوان. تغذية الحيوان بتعتمد بشكل رئيسي على أهم حاجة، وهي صحة الحيوان. صحة الحيوان هي المحور الرئيسي لضمان ربحيته، ووقع الأمر إن صحة الحيوان وربحيته ومصنع هذه الربحية بنسميه البروفيت فاكتوري أو مصنع الربحية، وكل محاور ربحية الحيوان من زيادة إنتاج، من نقص في الأمراض ما قبل وما بعد الولادة، من ارتفاع لمعايير الكفاءة التناسلية، من جودة العجول المنتجة، كل هذه العوامل، من جودة اللبن المنتج، بالتأكيد وراها محور رئيسي ومصنع رئيسي، ألا وهو كبد الحيوان. كبد الحيوان والمحافظة على كبد سليم هو المحور الرئيسي لربحية ونجاح مشروع إنتاج الألبان ومشاريع التسمين. الكبد من أهم الأعضاء في الجسم، الكبد مسؤول عن معظم معظم عمليات البناء، عمليات بناء الطاقة، عمليات بناء الدهون اللي بنسميها البروتين سينثيسيس أو عملية بناء البروتين، كل هذه العمليات بتمر بالكبد. الكبد هو محور الربحية. عشان ننتج ألبان لابد إن التغذية اللي بنقدمها للحيوان، أي نعم، بتهضم وبتحول إلى أحماض دهنية طيارة اللي هم الأسيتيك أسيد والبروبيونيك أسيد والبيوتيريك أسيد. هذه الأحماض بيوجه حمض البروبيونيك إلى الكبد ويحول إلى جلوكوز، والجلوكوز يوجه إلى ضلع الحيوان نجده يتحول إلى لاكتوز وهو سكر اللبن. وكل ما بتتكون كمية كبيرة كل ما بيبقى عندي ألبان كتيرة. إذن الكبد هو محور إنتاج اللبن الرئيسي. كبد سليم إنتاج لبن كتير، كبد سليم مناعة حيوان كبيرة، كبد سليم جودة في الرعاية التناسلية وفي مقومات الرعاية التناسلية، المحافظة على أن يكون هناك healthy liver، كبد صحي هو محور ربحية المزرعة. وأهم أعداء هذا العضو، أهم أعداء الكبد، هما الدهون والسموم. هنتعرض مع بعض في الحلقة القادمة عن الدهون والسموم كأعداء لصحة الكبد، النظم الحديثة اللي بنوجهها للتحكم في هذين العدوين الشرسين لكبد الحيوان، وهما من أكثر مهددات الربحية. أقابلكم في الحلقة القادمة. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.